في مصر وتحديدا في استاد القاهره بطوله كاس العالم لسلاح الشيش اللي بيشارك فيها لعيبه من 52 دوله مختلفه. تعالوا ناخد فكره كده يعني مختصره عن فعاليات هذه البطوله من خلال هذا التقرير. نطلع بعديه فاصل ولينا عوده ان شاء الله، خليكم معنا. هي البطولة أصلاً أجمل البطولات في السيزون، هي من أهم البطولات دلوقتي، إن دي آخر بطولة تأهيل في الأولمبياد بالنسبة للفرق. فبطولة مليئة تقيلة جداً وناس كتير من كل حتة في العالم موجودين، ويعني هو ضغط علينا إحنا، بس يعني الحمد لله إن شاء الله ربنا يكرم بإذن الله في اللي جاي بإذن الله. لا المنتخب الحمد لله كويس جداً، بخطوات ماشي بخطوات كويسة الحمد لله. الحمد لله عندنا كذا ميدالية السيزون ده كفردي، يكون قريبين جدا في الفرق، بس يعني ان شاء الله خطوه خطوه باذن الله، ونجهز للاولمبياد باذن الله، ونعمل حاجه في الاولمبياد ونفرح البلد كلها ان شاء الله. هو كان في معسكر قبل البطوله هنا بفتره اسبوعين حاجه زي كده، كان في مترمات مكثفه هنا والحمد لله البطوله هي اخر محطات التاهيل اولمبياد باريس. عدد المشاركين النهارده 225 لاعب من 55 دوله. أكيد المنافسات قوية جدا، لأن زي ما بقول لحضرتك دي آخر بطولة مؤهلة للأولمبياد. الحمد لله إحنا النهارده نظمنا كاتحاد مصري للسلاح، نظمنا دي البطولة السابعة الدولية لينا. كان قبليها نظمنا بطولة العالم ونالت الإشادة من كل المحافل الدولية بما فيها رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الاتحاد الدولي. الحمد لله وصلنا لمستوى قوي جدا من التنظيم زي ما حضرتك شايفه، والحمد لله ما عندناش اي شكاوي او ملاحظات من اي من الدول. طبعا بطوله كاس عالم سلاح شيش على ارض مصر مش اول مره تتعمل، دي ممكن تكون المره السابعه او الثامنه. البطوله بيشترك فيها 55 دوله 498 لاعب، بطوله مؤهله لاولمبياد باريس، كل المصنفين الدوليين مشتركين معانا. البطوله بدات يوم 22 هتستمر لغايه يوم 25، فردي وفرق رجال وسيدات. الاجواء حلوه الحمد لله في البطوله، البطوله متنظمه على اعلى مستوى، متنظمه على ثلاث صالات، عندنا صاله واحد اللي احنا فيها دي، وعندنا صاله اثنين وثلاثه، صاله واحد فيها البوديوم الرئيسي واربع ملاعب الكلر بالاضافه لاربع ملاعب فرعيين، وصاله اثنين فيها سبع ملاعب، وصاله ثلاثه فيها ست ملاعب. طبعا واحنا بننظم بنبقى بنراعي دايما الرولز بتاعت الاتحاد الدولي في الابعاد والمسافات والقوانين بتاعت الملاعب، حكام دوليين طبعا موجودين. البطوله طبعا كل الدول بتسعى للتاهيل. C'est une compétition très relevée, le niveau est très relevé et il y a vraiment une grosse tension parce que tout le monde veut se qualifier aux Jeux Olympiques. Donc la tension elle est énorme. Et puis je pense que d'ici quelques jours, elle va monter encore parce qu'il y a la compétition par équipe après-demain. Donc ça va être encore beaucoup plus de pression sur tout le monde, sur les arbitres, sur les athlètes et sur l'ensemble de l'organisation. هي المنافسة طبعا قوية جدا في البطولة، منافسة شرسة إلى حد كبير، خصوصا إن كل اللعيبة هدفها التأهل للأولمبيكس، عايزين ياخدوا بوينتس زيادة عشان يقدروا يتأهلوا، ودي خصوصا إنها آخر محطة من محطات التأهيل الأولمبي. وكمان إحنا كمان يومين يوم الأحد إن شاء الله هيبقى في مسابقة في منافسات الفرق، ومنافسات الفرق دي هيبقى المنافسه فيها اشرس كمان من دلوقتي، لان الفرق كلها اللي جايه بهدف ضمان التاهل بالفريق الكامل مش بس باللعيب عشان يلعبوا في الفريق والفردي. Je pense que ça va bien se passer inshallah vu que l'Egypte organise tout le temps de très belles compétitions. Il y a quelques années il y a eu les championnats du monde ici au Caire. C'était très bien, ça s'est très bien passé, donc il y a pas de souci par rapport à ça. هو مطمن مش ما عندوش اي قلق من قوة المنافسة دي ان هي تأثر على اي حاجة في التحكيم، لان كل البطولات اللي مصر بتنظمها دايما بتكون يعني منظمة بشكل جيد، ومصر نظمت من سنتين بطولة العالم وخرجت بأفضل شكل وبأفضل صورة، فهو دايما عنده ثقة في التنظيم المصري لكل البطولات. طبعا البطولة دي من البطولات المؤهلة، من اخر البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس، فطبعا عدد كبير قوي مشارك في البطولة، فبشوفها ان هي ممكن تكون من اصعب بطولة في الموسم لأهميتها. والصراحة يعني التنظيم بيتكلم، شايفين تنظيم جامد جدا،
كل حاجة وشايف ردود الفعل الصراحة الحمد لله الناس مبسوطة وحب المكان بالضبط. الحمد لله فريق السلاح شيش متأهلين فردي وفرق الحمد لله، عندنا محمد حمزة مصنف ثالث على العالم فإن شاء الله يلعب بكرة بس. فبقالنا أسبوع في معسكر، كان في معسكر مغلق وكان معنا دول من الخارج كانت موجودة في التمرين، فكان الموضوع فيه كان تمرين جامد جدا طبعا.